قال وتقضي الحاضر والنفاس صوم الصلاة. طبعا هناك شيء اسمه الكدرة، هناك شيء اسمه الصفرة، هناك شيء اسمه الدم، والدم لونه أحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، أو أسود يعرف يعني له رائحة كريهة، لكن القصد أن النساء يعرفن لون الدم، ودم الحيض دم غامج أسود، وإذا قال أسود يعرف وهو أحمر، لكن أحمر داكن قريب إلى السواد، النساء تعرفه أن هذا دم حيض أو غير دم حيض، لكن ليس كل النساء، بعض النساء ما تميز وبعض النساء تميز. طيب مع دم الحيض أحيانا تكون هناك صفرة وكدرة، صفرة يعني مادة لزجة صفراء، كدرة مادة رمادية، إذا لا هي حمراء ولا هي بيضاء، كدرة أو صفرة. الكدرة والصفرة هنا إما أن تكون بعد الطهر، وإما أن تكون قبل الحيض، وإما أن تكون بعد الحيض قبل الطهر. إذا لها كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى الكدرة والصفرة قبل بدء الحيض، يعني المرأة مثلا دورتها منتظمة وتبدأ بعد يومين، قبل يومين من بدء الدورة بدأت ترى صفرة وكدرة، إذا قضت حاجتها وضعت منديلا أو كذا فرأته أصفر، فيه لون أصفر أو لون كدر وسخ رمادية كذا، فهذا اللون وهو الكدرة أو الصفرة قبل الحيض الصحيح أنه لا اعتبار به. الكدرة والصفرة أثناء الحيض، لأن ليس يعني الآن لو فرضنا المرأة عادتها ستة أيام، لا ينزل الدم خلال الأيام الستة دائما، وإنما ينزل دم ثم ينقطع قليلا ثم تنزل كدرة صفرة يرجع دم وهكذا، فالكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض. طيب بعد رؤية الطهر أو انقطاع الدم أو انتهاء المدة أو وضعت المنديل وكان أبيض ثم بعد ذلك غسلت وصلت ثم رأت الكدرة والصفرة، لا اعتبار بها. فالكدرة والصفرة إذن قبل الحيض لا اعتبار لها، بعد الحيض لا اعتبار لها، أثناء الحيض لها اعتبار. إذن تعتبر الكدرة والصفرة فقط أثناء الحيض، قبل الحيض وبعد الحيض يعني قصدي بعد الطهر من الحيض لا اعتبار بالكدرة والصفرة. وإذا تقول معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وكان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الدرجة أو الدرجة فيها الكرسم، يعني الطاسة فيها القطن، يرسلنه إلى عائشة فيه كدرة فيه صفرة، يعني يسألنها الآن نصلي نغتسل انتهى حيضنا أو لا، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني إذا في كدرة في صفرة اصبري لا تستعجلي، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.